استشارة هاني الجبالي حضرتك حريصة النهاردة على التواجد مؤسسة وزارة الثقافة في الزفة الثانية للثورة. يعني مثقفي مصر هم دائما طليعة النضال الوطني وهم أبناء بررة لهذا الشعب العظيم. الشعب المصري النهاردة في خروجه بعد محاولات إرهابه بالإرهاب المسلح بيمنح دائما الرسالة لأبنائه كيف يمكن أن يكون الرد على أعدائه في الداخل والخارج. هذا الخروج الذي عنوانه هو الاحتفاء بالحياة في مواجهة كل أعداء الحياة تستحق أن ننزل ونشارك الشعب المصري في فرحته وسعادته وفي وقوفه حارسا عليها إلى أن تتحقق. بالرغم من التفجيرات اللي شهدتها الفترة الأخيرة مصر، إلا وزارة الثقافة لم تخشى والمثقفين لم يخشوا منها وتواجدوا النهاردة كذلك. ما هو درس التاريخ لمن لم يقرأوه لمن قرأوه ونسوه؟ أنه الشعوب لا تنهزم والدول لا تنهزم، وأنه دائما الهزيمة هي لأعداء الشعوب وأعداء الحياة. فالمشهد اللي بتشهده مصر اليوم في كل ميادين الحرية وفي ميادين التحرير من أسوان لإسكندرية هو الرد على أعداء مصر في الداخل والخارج. في النهاية حضرتك شايفة إزاي مصر في الفترة اللي جاية بعد مرور 3 سنوات على ثورة تمام؟ مصر ستتقدم للأمام وستحقق أهداف هذه الثورة العظيمة، وسينهض الشعب المصري بدولته وبوطنه، وسيزهر العالم كما أزهله في قدرته على تغيير أنظمة مستبدة وفاسدة وكادت أن تضيع الأمة وتضيع الدولة. فهو الآن يبني المستقبل، ويبني المستقبل وعينه حارسة على هذا الوطن.